أما الآن أيها الحفل الكريم، فنستمع إلى كلمة صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود رئيس مجموعة الأغر، يلقيها نيابة عنه سعادة الدكتور محمد سالم سرور الصبان عضو اللجنة التوجيهية لمجموعة الأغر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير المحبوب خالد الفيصل، أصحاب السمو، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتزامن هذا الاحتفال والتكريم لمعالي الدكتور أحمد محمد علي مع يومنا الوطني الذي تم فيه توحيد هذه البلاد بقيادة المغفور له المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه، والذي أرسى أركان هذا الوطن. حمى الله مملكتنا الحبيبة من كل الشرور، وحمى عالمنا الإسلامي من كل كائد يتصيد به. سعدت أنني كنت الأخير في قائمة الكلمات، لأن اللجنة المنظمة وكنا قد أرسلنا لها السيرة الذاتية قد عرفت من هو الأصغر سناً ومقاماً طبعاً. تسعدني المشاركة نيابة عن مجموعة الأغر للفكر الاستراتيجي، ونيابة عن رئيسها سمو أميرنا الغالي فيصل بن عبد الله، الذي منعته الظروف وظروف تواجده في الولايات المتحدة عن المشاركة في هذا التكريم لرجل من رجالات الدولة، والذي تفتخر به مجموعة الأغر كأحد مؤسسيها. مجموعة الأغر وهي مجموعة غير ربحية تهدف إلى إجراء دراسات اقتصادية واجتماعية تعزز من مكانة الاقتصاد السعودي وتساعد في انطلاقته، وقد مضى على تأسيسها ما يقرب من 20 عاماً. ساهم معالي الدكتور أحمد علي من خلال عضويته في اللجنة التوجيهية الدائمة للأغر بجهده ووقته وبحضوره لاجتماعاتها وورش العمل، ولم يتغيب عن أي اجتماع سواء كان ذلك في شمال المملكة أو غربها أو وسطها أو شرقها، وقد كان لمداخلاته عظيم الأثر في بلورة أهداف المجموعة ودراساتها التي أخرجتها. ونذكر حينما قمنا بدراسة استراتيجية تحول المملكة إلى مجتمع واقتصاد معرفي، اقترح معاليه اعتبارها بمثابة محور لجميع الدراسات لتعم بفائدتها العالم الإسلامي ككل، عرفنا على أهمية الاقتصاد المعرفي لأنه هو أساس التنافس في الفترة القادمة، وهو ما يتزامن الآن مع الرؤية السعودية 2030، والتي نأمل بإذن الله أن تتحقق وتحقق التنوع الاقتصادي المطلوب. وبالتالي فالمملكة العربية السعودية تصبح ليس فقط قبلة للمسلمين بوجود الحرمين الشريفين، وإنما أيضاً قبلة للعالم الإسلامي اقتصادياً ومعرفياً وتنافسياً. وكان معالي هو من نبهنا جزاه الله خيراً إلى ضرورة إدراج المقاصد الإسلامية في هذه الاستراتيجية لتكون عنصراً أساسياً لها وملهماً لأهدافها وسياساتها. ونذكر كيف كان المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز كلما ذهبنا إليه لإطلاعه على دراسة أو استراتيجية جديدة نجده رحمه الله سعيداً بوجود معالي الدكتور أحمد محمد علي معنا،
ويستجيب لمطالبنا بتفعيل ما يلزم من تلك الدراسات، وهو رحمه الله الذي أمر بتحويل استراتيجية المعرفة التي طورتها مجموعة الأغر إلى المجلس الاقتصادي، ومن ثم إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط. لقد غمرنا الدكتور أحمد علي بحبه وتواضعه وإنسانيته وغيرته على الوطن والعالم الإسلامي، وتعلمنا منه الشيء الكثير، وكان بالرغم من منزلته ومكانته يصر على أن يتقدم الجميع عليه، ملتزماً بمبدأ من تواضع لله رفعه، وذلك تواضع قلما نجده هذه الأيام. أما الانضباط فحدث ولا حرج، فهو بالرغم من انشغالاته حفظه الله وسفره كان يحرص على حضور جلسات الأغر جميعها وفي أوقاتها، ويكون آخر المغادرين لها ضارباً بذلك خير مثال للالتزام. وقد سبقني أصحاب المعالي الذين تحدثوا قبلي كيف كان الالتزام ولا زال الالتزام لدى معالي الدكتور أحمد محمد علي. وكانت ولا زالت تجربة الغر تزداد معه نمواً، وكان لا ولا يزال ركناً من أركان مجموعة الغر. وحينما مرت المجموعة بفترة من التراخي كان حريصاً أن يعود إليها وهجها، فيذكرنا دائماً بأن ما نقوم به إنما هو خدمة للمصلحة العامة، وذلك أمر لا ينبغي التراخي فيه على الإطلاق. ولا أجد لختام كلمتي هذه أفضل وأصدق من كلمات غاليات، كلمات قد سمعها أميرنا الغالي الأمير فيصل بن عبد الله، وهو القريب الذي كان قريباً للملك عبد الله رحمه الله، فقد سمع من الملك عبد الله والد الجميع يقول في حق معالي الدكتور أحمد محمد علي التالي: أشهد بالله العظيم أنني كلما تعاملت مع هذا الرجل يزداد احترامي له، وكلما أوكلت له عمل تزداد ثقتي به، وكل شيء يقوم به يزداد خيره وتعم فائدته، فهو رجل مبروك مبروك مبروك. فهنيئاً لك معالي الدكتور ثقة ملوك هذه البلاد، وهنيئاً لنا مجموعة الأغر وجودكم معنا، وهنيئاً للوطن المعطاء كفاءة وقامة وطنية مثلكم. حفظكم الله وأدام عليكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.